بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم في الدرس الرابع، بدناش نعطيكم مقدمة. صفحة 28، إحنا مش رايقي كثير اليوم، مش عارف شو مالي، فبدي أبلش أبوط خلص أشرح. يعني الحصة الماضية كنت بزهزه، هاي المرة مش عارف شو مالي. ليس وصلنا التمارين، حكت لك لا تحلهم، أنا بحل لك إياهم إن شاء الله. إيش بدي أوجد أنا؟ الصورة المطولة، صح؟ الصورة المطولة والصورة المختصرة. طيب حل؟ نحل. افتح الدوسيه بالله. لوغاريتم A للأساس A X تربيع. طيب بسم الله نتوكل على الله. أول إشي حكى لي إياها، اكتب لي إياها بالصورة المطولة. بالصورة المطولة عندك ثلاث قواعد بسيطات. القوة ترجع لورا. أحكي لكم بصوت أي حكومة. هريبا هلو أفصل خلص بس هيك ظن عشان يفصل بوجي. يلا اسمع، في شغلات اهم من كل شيء زي هاد ما يقدرش. هريبا انا وجدت لك طب ليه غلبت حالك؟ ليه غلبت؟ هسه بشوف لك يا، خليك بالله معي، خليك بالله ثواني يابا. هاي وصلوني. وصلوني خلص. وصلوني. سلم إيديك حبيبي 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 يا هذا هذا. طيب أنا آسف، أخاف في شغلات مقدرة والله لو الدنيا كلها، لو عندي مليون شغلة خلاص. بكرة هذول يا جماعة الخير الله يعطيهم طول الصحة والعمر، كلنا فانيين على هالدنيا، كلنا الله يعطيهم العمر يا رب وطولة الصحة، طيب الصحة يا رب. بس بكرة يعني الواحد بتندم، شو ما يعمل بحس حاله مقصر، ما بعرف ليش، شو ما أعمل معاهم بحس حاله مقصر. يلا على كل حال، حكيت لك ثلاث خصائص للاقترانات اللوغاريتمية، تمام؟ القوة بترجع لورا، القسمة بتتحول لطرح، لوغاريتم ناقص لوغاريتم، الضرب حد ضرب حد بتصير لوغاريتم زائد لوغاريتم. هسا أنا بدي أكبر هذا الموضوع أكثر ما عندي. أول إشي في عندي قوة بقدر أرجعها لورا، صح؟ تحكي لي صح. هاي اثنين لوغاريتم الإكس لا الأساس، في إشي بقدر أعمله؟ ما في ولا إشي، خلاص انتهى السؤال، فينيتو هاي انتهى، مضلش ولا إشي أقدر أعمله. في حد مضروب في حد، يعني هنا في إكس ضرب خمسة، لا إكس ضرب باي، لا في حد مقسوم على حد، لا بس اللهم كان عندي قوة رجعتها لا أكثر ولا أقل، هيك فينيتو وانتهت. السؤال الثاني حسب ما أنا متذكر كان عبارة عن لوغاريتم الـ A على بي سي، صح؟ ده الأساس شو؟ والله ما بعرف. الدوسية والله صح للأساس A. في الله حكت لك يعني ممكن أسئلة تعرف تحلها وممكن أسئلة لا، فخلينا نمشي حبة حبة وخلينا نكون اليوم هادين. طيب القسمة لإيش تتحول؟ لطرح، صح؟ هاي لوغاريتم ناقص لوغاريتم، القسمة بتتحول لطرح. في مشكلة في الموضوع كان حاسس هاي بالصورة المصغرة، أنا بدي أطولها، بدي أعملها بالصورة المطولة، بدي أطولها قد ما بقدر. عندك لوغاريتم بي على سي، لوغاريتم الـ A تقسيم بي على سي، هسا القسمة حولتها لطرح، حكيت لوغاريتم ناقص لوغاريتم الأساس نفسه. الحد اللي فوق شو مكان يكون؟ بكتبه ناقص الحد اللي تحت شو مكان؟ بكتبه. هسا هاي شو جوابها؟ هاي جوابها واحد، صح؟ تحكي لي ليه جوابها واحد؟ أذكرك إذا كانت هاي نفسها هاي الجواب القوة، شو القوة هون؟ قوة واحد، إيه قوة واحد، فهاي كلها بتروح الجواب واحد، فصارت واحد ناقص لوغاريتم هون الأساس إيه؟ هون بي سي. صلينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. في مشكلة باللي بنعمله؟ إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. ليش هاي واحد جوابها؟ بما إنه هاي لوغاريتم A
للأساس إيه؟ هذا وهذا نفس الإشي، خلص بتروح الجواب واحد. هاي نفسها هاي الجواب القوة، شو القوة؟ ما كان في قوة، مش صفر واحد. طيب شو الإشارة بين البي والسي؟ شو الإشارة بين البي والسي؟ بين هاي وهاي. شو الإشارة بين البي والسي؟ إيش فيها؟ شو الإشارة بين البي والسي هون؟ ضرب، فصارت واحد ناقص لوغاريتم. الضرب ليش بتحول؟ لجمع لوغاريتم زائد لوغاريتم، صح؟ لوغاريتم البي لوغاريتم السي، الضرب بتحول لجمع، القسمة بتتحول لطرح، الضرب بتحول لجمع، صح؟ تحكي لي صح. يعني هاي حطيت لوغاريتم ناقص لوغاريتم، هاي بدي احط لوغاريتم زائد لوغاريتم. انسى انه في واحد، ها انسى انه لوغاريتم بي سي، اعتبر هذا السؤال لوغاريتم بي سي، لوغاريتم بي ضرب سي، بي ضرب سي، الضرب بتحول لجمع، حكيت لوغاريتم زائد لوغاريتم بي سي. اللي كاتبه انا هون غلط. ليش غلط؟ عشانك مش حاط اساس. يا سيدي هاي الاساس برضه اللي انا كاتبه غلط. تحكي لي ليش غلط؟ بحكي لك السالب هاي كانت لمين؟ هاي ثبت لها هون، السالب لمين؟ لوغاريتم البي سي، لوغاريتم بي سي، السالب لكل اللي وراها. هذا السالب لكل اللي وراها، انا هون السالب حاطه لمين؟ حاطه بس للبي، السي ما عندهاش سالب. فهاي لازم تكون زي هيك، مش كانت السالب للوغاريتم البي والسي؟ انا هون بما اني مش حاطط قوس فهي السالب كانت بس للبي، لما حطيت القوس صارت السالب لكل اللي وراها، وهون السالب لكل اللي وراها، وهون السالب لكل اللي وراها. فيعني سالب لكل اللي وراها بغير اشارات كل هذا. هاي كانت لوغاريتم، موجب لوغاريتم صح؟ فلما حطيتها سالب صارت سالب لوغاريتم. هاي كانت موجب، شو بتصير؟ سالب. يعني كأني دخلت السالب، وزعت السالب لجوا، يعني السالب هون عطيتها لهاي وعطيتها لهاي، وانتهى السؤال. بس بنيته بنيته بنيته. تمام تمام. استاذ ليش منكد؟ والله ماني عارف، مش عارف، انا مو عارف. بس خلص احنا حتى الشباب يعني بتمر علينا فتره انه قرفوا عني، يعني حل عني. السؤال بعده هذا هو، بالله شو الإشارة بين الجذر الإكس وجذر الواي؟ هسا أنا بدي أكبر السؤال، الفكرة إنه نكبر السؤال. شو الإشارة بين جذر الإكس وجذر الواي؟ إشارة ضرب، الضرب ليش تتحول؟ لجمع، فاكتب لوغاريتم زائد لوغاريتم. امشي معي يعني وخدني بحلمك، وخدني هيك، خد السؤال بهدوء، حاول خد السؤال بهدوء. في مشكلة باللي بنعمله قاعدين؟ في اشي بين جذر الاكس وجذر الواي؟ ضرب، الاشارة ضرب. من خصائص اللوغاريتمات الضرب بتحول لايش؟ لجمع. ما بحكي لوغاريتم جذر الاكس زائد جذر الواي، لا، بحكي لوغاريتم زائد لوغاريتم. ايش الاولى موجودة؟ جذر الاكس، والثانية جذر الواي، صح؟ تحكي لي صح. طب ايش هو الجذر؟ ايش هو الجذر؟ ايش هو الجذر؟ الجذر هو الداخل على الخارج، يعني لو كتبتها زي هيك بصير؟ تحكي لي بصير. الداخل واحد والخارج اثنين، داخل واحد خارج اثنين، داخل واحد خارج اثنين، يعني لو كتبت بهاي الصيغة بصير؟ تحكي لي اه. انا الهدف اني اطول السؤال قد ما بقدر، ومن خصائص اللوغاريتمات اذا كان في قوة بقدر ارجعها لورا، بقدر ارجعها لورا، ورا اللوغاريتم. فصارت نص لوغاريتم الاكس زائد نص لوغاريتم الواي. في شيء تضل تقدر تعمله؟ هذيك واي صح؟ أنا آسف، هاي واي مش إكس. في إشي ضل بقدر أعمله؟ الصراحة أنا مش شايف في إشي، في إشي بقدر أعمله؟ ولا إشي، خلص كانت صغيرة وكبرتها، هيك أكثر إشي بقدر أكبر، هيك أكثر إشي بقدر أكبر. تحكي لي أوكي تمام، لغاية اللحظة هاي أنا حليت صح، أنا حلي لطيف. سؤال بعدي لطيف، سؤال رقم 4 بحكي لك لوغاريتم جذر الاكس جذر الزد كأنه على واي، مش عارف نفس بس هيك منظر، مش عارف شو الاحرف بس هيك منظر. انت ايش شايف قدامك؟ قسمة، القسمة لايش تتحول؟ لوغاريتم ناقص لوغاريتم. الموضوع مو صعب، شايفين الهدوء اللي بحل فيه؟ والله الموضوع مو صعب، مش عشاني استاذ وفاهم، ولا لا لا، الموضوع مو صعب. قسمة جذر الاكس تقسيم واي، جذر الزد تقسيم واي، القسمة بإمكاني أكتبها بهذا المنظر، لوغاريتم ناقص لوغاريتم من خصائص اللوغاريتمات.
هون جذر الزد، بس ما بدي اكتبها جذر الزد، بدي احولها الداخل على الخارج، يعني قوه نص. وهاي ما بدي، ولا هاي نفس الشيء، هاي واي برجع هاي لورا، هاي نص لوغاريتم الزد الاساس ايه ناقص لوغاريتم الواي للاساس ايه. في مشكله؟ في اشي بقدر اعمله لسه وانا مش عامله؟ في اشي بقدر اعمله؟ والله ما في اشي. في قوه بقدر ارجعها لورا؟ لا. في اشي مضروب؟ في اشي؟ لا. انا بحكي هون يعني زد ضرب اكس في 5 ضرب زد، لا ما فيش. في هون اشي؟ لا، خلاص انتهى بنيته. سؤال بعدي ايش هو؟ بدي اشرح الدوسيه. هاي الاسئله الحلوه هاي. يا السؤال بحكي لك لوغاريتم، سؤال رقم 5 بحكي لوغاريتم 1 على x قوة 2 y قوة 2 للأساس أرنب، للأساس إيه؟ أنت شو شايف قدامك؟ بتحكي لي أنا شايف قسمة. حل بهدوء عادي، امشي معي بهدوء، حتى لو مش فاهم خليك ريلاكس، دائما بالهدوء بيزبط بيزبط. طيب خليك هيك ريلاكس عادي، مش فارقة معك. طبعا أنا شايف قسمة، القسمة يعني لوغاريتم ناقص لوغاريتم، وشوف مكان الأساس بكتبه. هون الأساس إيه؟ في مشكلة؟ بتحكي لي لا، هاي قسمة، هي بسطة مقام قسمة. أول واحد شوف، واحد بحطه دائما اللي فوق بحطه أول شيء، والثاني زي ما هو إن شاء الله. كان تنين مجنح، تنين برازيلي بحطه عادي، ما عنديش مشكلة. لوغاريتم الواحد قديش؟ مين بيعرف؟ لازم تكون حافظة. لوغاريتم الواحد صفر. شو مكان الأساس؟ لوغاريتم الواحد جوابها صفر، هاي جوابها صفر، فصارت صفر ناقص لوغاريتم الاكس تربيع واي تربيع. هسا الصفر ما في داعي اكتب صفر ناقص، يعني احكي لك صفر زائد ثلاث، طب ما هي ثلاث. صفر ناقص خمسة، طب ما هي ناقص خمسة. فالصفر لو ما كتبته عادي. بس هسا السؤال اللي بيطرح نفسه، السالب هذا لمين؟ لكل اللي وراه. السالب هذا لكل اللي وراه. فإذا شفت يوم من الأيام سالب وراء شيء، أول ما تشوف سالب من يوم، خلص بديش أكتب الصفر، هاي الصفر ما بدناش نكتبها على الخطوة بعديها. أول ما أشوف سالب وراء شيء بفتح قوس، خلص عشان السالب لكل اللي وراه. هسا اللي بدنا نعمله هون، هذا السالب لإله كامل، هذا السالب للوغاريتم إكس تربيع واي تربيع، الإكس تربيع ضرب واي تربيع، السالب لكل اللي وراه. فبين الإكس تربيع والواي تربيع ضرب، فصارت في الضرب ايش بصير؟ لوغاريتم زائد لوغاريتم. يعني احنا بنكبر في الموضوع، الموضوع تافه بنكبر فيه احنا. هنا اكس تربيع واي تربيع، كان بين الاكس والتربيع والواي تربيع ضرب. حكيت الضرب من خصائص اللوغاريتمات، بتصير لوغاريتم زائد لوغاريتم، الضرب لوغاريتم زائد لوغاريتم، القسمة لوغاريتم ناقص لوغاريتم، وهكذا. في اشي بقدر اعمله؟ هاي يصير فيه، في عندك قوة رجعها، يعني امسك هاي القوة وارجعها هون، تحكي لي طب هاي برضو رجح. طيب صارت يعني 2 لوغاريتم الاكس للاساس اي زائد 2 لوغاريتم الواي للاساس اكس للاساس اي. بحكي لك طب والسالب اللي برا؟ السالب هذا، بحكي لك السالب لكل اللي جوا. انا لما احكي لك كل اللي جوا بحكي هون بس، هاي ممنوع تصير سالب، هاي ممنوع ممنوع ممنوع، مش ما بينفعش، ممنوع. السالب دخلها على ايش؟ على القوس، بدخلها للاثنين ولا الاثنين هاي؟ بدي ادخلها عليها. فبتصير بدل ما هي موجب 2 بتصير سالب 2 لوغاريتم الاكس للاساس ايه، بدل ما هي موجب 2 بتصير سالب 2 لوغاريتم الواي للاساس ايه. طب والصفر؟ فيش داعي اكتبه وانت الصفر، هيك اكثر اشي بامكاني اعمل. بتقدروا تعملوا اشي زيادة؟ خلص انتهى فينيتو. سؤال بعده. سؤال اللي بعده. اوه با 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 با. اوكي عزيزي. تمام. هسا بامكانك في بعض الاحيان تحل السؤال عادي، وبامكانك تكون عن جد فتح.
بوينترات هيك بغض النظر على الأرقام، بس والله أتأكد هيك بيبقى بالفضول. صح أنا كتبته؟ أه صح. سؤال رقم 6 هم. هسا بإمكانك تحكي أنت في البداية، بإمكانك تحكي القسمة بتتحول لوغاريتم ناقص لوغاريتم الضرب من حوله القوة من رجحها، بس راح يصير الحل كثير طويل. حلك صح بس راح يأخذ معك وقت كثير وراح تتغلب وانت بتبسط فيه. فبالتالي بدي أفهمك شغلة وخلينا نيجي على جنب، انسى السؤال، بدي أفهمك شغلة بعدين إيش من اللي فهمته راح نحل السؤال. لو أنا أجي أحكي لك تنين وهنا تنين ثاني، تنين قوة 3 تنين قوة 2، شو يعني تنين قوة 3؟ مين بيعرف؟ طيب أبسطها لك، شو يعني 2 قوة 3؟ شو يعني 2 قوة 3؟ 2 قوة 3 8، بس شو يعني 2 قوة 3؟ يعني الاثنين مكرر 3 مرات، يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 صح؟ هاي 2 قوة 3، يعني 2 ضرب 2 مكرر 3 مرات. طب شو يعني انسى انه هون تنين؟ شو يعني قوس تكعيب؟ شو يعني قوس قوة 3؟ يعني قوس ضرب قوس ضرب قوس بغض النظر عن الحشوة حتى لو كانت تنين. يعني شو ترجمة هاي؟ قوس تكعيب شو يعني؟ يعني قوس 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 تكعيب يعني قوس قوس قوس. شو يعني قوس تربيع؟ يعني قوس قوس القوس مكرر مرتين. يعني اشي تكعيب يعني مكرر 3 مرات، اشي تربيع يعني مكرر مرتين، صح ولا انا غلطان؟ تأكيد صح بغض النظر عن الحشوة، سواء كانت تنين شو ما كان جوا القوس ما بيهمني، تنين وجبة شاورما سوبر 2 اكس واي ارنب ما بيهمني. بدي اختصر كلمة تنين بتي، هاي تي هاي تي هاي تي هاي تي، شو ما كانت الحشوة. تنين مكرر 3 مرات يعني 3 تنين، هون تنين تنين عادي. فيا سيدي العزيز هاي تي مع تي بتروح وهاي تي مع تي بتروح، ضلت تي واحدة. هون نفس المبدأ، هون نفس المبدأ، انت انتبه شو محطوط هون؟ قوس تربيع. شو يعني قوس تربيع؟ يعني القوس مكرر مرتين. طب شو يعني قوس تكعيب؟ يعني قوس مكرر 3 مرات، صح؟ تحكي لي صح يا عيني عليك، بحكي لك حلو. بهمك شو الحشوة؟ بتحكي لي لا، يا قوس مكرر مرتين يعني تحط قوسين، قوس مكرر 3 مرات يعني تحط 3 اقواس. بتهمك الحشوة بتحكي لي لا، هون بالقوس محطوط اكس تربيع واي تكعيب، هون اكس تربيع واي تكعيب ما بغيرها، نفس القوس. طب اللي تحت برضه نفس الاشي مكتوب، هون اكس تربيع واي تكعيب، هون اكس تربيع واي تكعيب، يعني شو مكان موجود بالقوس بكرره 3 مرات، قوس مكرر مرتين هاي مرتين، 3 مرات هاي 3 مرات. لاحظ عزيزي المتابع انه هون اكس تربيع واي تكعيب وهون اكس تربيع واي تكعيب نفسهم. بقدر اختصر؟ تحكي لي بتقدر، يعني بقدر اطير هذا القوس مع هذا القوس؟ تحكي لي بتقدر. طب بقدر اطير هذا القوس مع هذا القوس؟ تحكي لي بتقدر. فيعني صار السؤال كالاتي، انا لما طيرت الاقواس هاي شو ضل فوق؟ مين بيحكي لي شو ضل فوق؟ صفر. انا لما طيرت هاي وهاي مع هاي وهاي شو ضل مكانهم؟ لما انا اختصر يعني على سبيل المثال احكي لك 5 وهون 5، اختصر هاي مع هاي شو الجواب؟ الجواب مش صفر، الجواب 1. فانت لما تطير بضل 1، يعني 5 تقسيم 5 الجواب 1، فانت لما تختصر بضل 1 يعني الجواب 1. فانا لما طيرت شيء ما ضلش ولا شيء فوق ولا شيء فراغ، ما ضلش ولا شيء، ما بيكون صفر بيكون 1. طب هاي راحت وهاي راحت وهاي راحت وهاي راحت، شو ضل تحت؟ فانا قبل ما احل السؤال، اذا انت لاحظت قبل ما احل السؤال وحسيت السؤال أطول من الكواكب، حسيت السؤال رح يأخذ معي على الدفتر تاع دفتر الإجابة رح يأخذ معي 3 أيام حل، رح أخذ دفتر صاحبي اللي جنبي أكمل عليه حل لو بدي أفرط وفرط عادي. وقف شوي، ادعس بريك. أنت تطلع للسؤال هاي بدي أفك القسمة، طلع بدي أفك القسمة، بعد ما أفك القسمة بدي أرجع القوة هاي، بدي أرجع القوة هاي، بعد ما أرجع بدي افرط هدول الثنتين وارجع القوه هاي والقوه هاي والقوه هاي والقوه هاي، بعدين ادخل الاثنين، بعدين ادخل الثلاث، بعدين ادخل السن، كثير طويل. اصفن، هل في مجال للاختصار؟ في مجال اني اخفف السؤال؟
اذا كان في مجال خلاص خففه، اذا ما في مجال خلاص توكل على الله وحل. فانا خففت السؤال وصار منظره زي هيك، صار زي السؤال اللي احنا حليناه قبل شوي، نفسه لا راح ولا اجى، بس اللهم كانت هون اكس تربيع واي تربيع، صارت اكس تربيع واي تكعيب، نفسه لا راح ولا اجى، يعني نفس الجواب يطلع يعني. فانا ما راح اطول فيه، بدي اعطيك الجواب، بدي اكتب لك الجواب، يعني نفس السؤال الماضي صار. فخلص بصف الجواب، سالب 2 لوغاريتم الاكس، سالب 3 لوغاريتم الواي، نفس السؤال الماضي بالضبط، بس اللهم هاي كانت 2 بس، نفسه لا راح ولا اجى، هاي السؤال. بس الفكره في السؤال كانت هاد، انك توصل للجواب هاد، يعني اذا اجى دوائر هذا السؤال، هذا الجواب اللي راح تلاقيه صح في الخيارات. يعني لو انت فرضت على الطريقه القديمه تمام وجربت فيه، قدرت توصل لهذا الجواب؟ اذا كان الجواب تاعك نعم قدرت اوصل له، انت بني ادم يعني فاهم لليفل، يعني ما توقعته الصراحه، فاهم لليفل ما توقعته. بس لو قدرت توصل، ما قدرت توصل لهذا الجواب، هذا الامر اللي انا متوقعه انه تخلين 99% ما يقدروا يطلعوا هذا الجواب. لو حليت السؤال ما قدرت تطلع هذا الجواب 99%، ليش؟ انك الفكره تاعته لسه انت مش ماخذها، مش عيب منك، الفكره تاعته مش ماخذها. طيب اعطيني الملخص يا استاذ، كيف بدي احل بالامتحان؟ لما تشوف سؤال بالامتحان زي هيك، سؤال حسيت انه حله كثير طويل، كثير 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 طويل، شوف في اختصار ولا ما في اختصار. ترى في طرق ثانيه للاختصار، بس انا شرحتها، يعني هاي 2 مع 3 بامكاني اختصر 2 مع 3 1 خلص انتهى الموضوع، بس انا شرحت لك اياها بالتفصيل الممل تمام. اذا شفت فيها اختصار اختصر، مش قادر انسى الموضوع خلص، مش قادر، اذا ما في اختصار خلص انسى. بس بأسئلة زي هيك 100% في اختصار. هذا السؤال حقير، يعتبر سؤال حقير والله، هذا السؤال أحقر من الحقرة. طلع شو كاتب، اللوغاريتم هنا ايه، اكس زائد واي ناقص زد قوة 7، باختلاف يعني اذا كان هون ناقص هون زائد مش مشكلة. يعني سؤال ليش حقير؟ طلع يا معلم، هسا القوة ترجع لورا صح؟ القوة من خصائص اللوغاريتمات، القوة كانت لكل هذا القوس فالقوة رجعت لورا، فلو بدي اوزعها بتتوزع عليهم كمات. صح؟ بتحكي لي صح، شو الخطوة اللي بعديها؟ فيش خطوة بعديها، السؤال انتهى. بتحكي الواحد الله، انا حطيت الجمع ضرب وحطيت القسمة طرح قسمة، بحكي لك هذا هبل. السؤال ليش انا حكيت لك السؤال حقير؟ لانه السؤال لهون وانتهى، ما في اشي بتقدر تعمله. هسا انت انا اسمع الحكي اللي بحكيه، انا اكدت عليك بالحصه الماضيه 1000000%، اكدت مليار، حكيت لك الضرب لوغاريتم اكس ضرب واي تتحول لجمع، بتصير لوغاريتم زائد لوغاريتم وليس العكس، وليس العكس، مش لوغاريتم اكس زائد واي هاي ما بتتحول لضرب، x زائد y ما بتتحول، اما لوغاريتم x زائد لوغاريتم y بتتحول، اما x زائد y ما بتتحول، x زائد y ناقص z ما بتتحول. حدود مع بعض جمع وطرح حدود وليست لوغاريتمات، يعني في فرق بين هاي وهاي، طلع في فرق بين هاي لوغاريتم ال x زائد y، وفي فرق بينها وبين هذا المنظر، طلع حتى تفهم علي، انسى z، لوغاريتم x زائد y تفرق عن لوغاريتم ال x زائد لوغاريتم ال y، تفرق فرق شاسع. واذا انت بني ادم مش قادر تستوعب، او انت بني ادم مش قادر تستوعب هذا الحكي، بدك كلمه ريحك خلص، انه لما اشوف هيك هيك الجواب، اكتب عندك، اذا بني ادم خلص مش قادر تتخطى الموضوع او مش قادر يفوت براسك، اكتب ملاحظه في الصوره المطوله لما احل، اكتب اسمك لما تحل يا رنا بالصوره المطوله تمام، شفتي جمع او طرح ما بلمسها، لا تتحول لا ضرب ولا قسمه، ما بحولها لا ضرب. يعني اذا شفت بالسؤال جمع وطرح وكنت انت بتحل صوره مطوله بالطاوله، بتتركه زي ما هو، ما بتجمع ولا بتطرح ولا بتعمل شيء، بتتركها زي ما هي تمام. تمام، هذا البني ادم مش فاهم بالمره، يعني مش قادر يستوعب الموضوع. نيجي لهاي،
نيجي لها نحلها نحلها، بس هاي لازم نقولها من سي عشان فيها تفاصيل كثير. سؤال رقم 8 بيجي بحكي لك لوغاريتم. ما اتوقع في واحد فيكم لغايه اللحظه هاي حل كل هاي الاسئله، ما اتوقع صراحه. لو حليتها بالله عليك ابعث لي، يعني انت تبارك الرحمن او انت ما شاء الله. طلع من بالله طلع اصلا اصلا انت بعد عن الشاشه عشان انت بتشوف كل شيء. اصلا باللي بحل فيه قاعد اصلا في اختصار قبل ما احل في اختصار. تحكي لي كيف انت ملاحظ انه السؤال طويل نوعا ما، في اختصار في اختصار انت مش منتبه عليه. وين هو الجذر؟ يعني حاولوا بحكي لك لا قبل الجذر. هنا واي هنا واي. تحكي لي كيف يعني؟ يعني لو عندك واي وتحت ثلاث وايات، واي تكعيب يعني، بطير واي مع واي صدرت واي تربيع تحت. يعني قبل ما احل السؤال هاي اللوغاريتم، قبل ما احل السؤال هاي اكس قوة 12 شيل الواي، واي واحدة من فوق مع واي واحدة من تحت بتصفي وايتين تحت واي تربيع، وهنا زد قوة 4 صح؟ قبل ما احل هذا في حبة واي فوق وثلاث حبات تحت، شلت حبة من فوق مع حبة من تحت صفحة حبتين تحت، يعني حبة من فوق مع حبة من تحت ضف صفحة حبتين. والجذر هو عبارة عن الداخل على الخارج. طبعا الداخل مش 12 مش 3 مش 4، كلياتهم هذول قوة قديش؟ كلياتهم قوة 1 والخارج 2، فواحد على 2. طب بتحب ارجع القوة لورا بعدين ادخلها؟ اللي بدك اياه بيزبط على الطريقتين، بيزبط على الطريقتين، بس انا بفضل يعني بزبط انك ترجع القوة بعدين القسمة تحولها لطرح وتضلك ماشي لنهاية السؤال، بس فيها مجال للخربطة. ليش؟ عشان النص لكل المسألة، يعني نص وبتفتح قوس قد الدنيا. او بامكانك تعمل زي هيك، في خاصية في الرياضيات تحكي لك اذا كان في قوة توزع قوة مرفوعة لقوة تضرب، بضرب القوة في بعض يعني بقدر اضربهم. تحكي لي طيب اضربهم عزيزي، شو نص ال 12؟ نص ضرب 12 يعني نص ال 12 6، شو نص ال 2؟ 1، شو نص ال 4؟ 2. هيك صار السؤال ابسط. كان السؤال منظره هيك، وين كان منظره هيك؟ طلع شو صار منظره قبل ما احل، قبل ما احل غيرته. طب انا ما عرفتش اعمل هذا الاشي، بدك تكون حذر وانت بتحل، بدك تكون حذر. يعني لو رجعت النص هاي لورا، يعني لو انت خلص لاحظت الواي والواي ورجعت النص، بدك تصير المسألة نص وبتفتح قوس تحكي لوغاريتم اكس قوة 12 ناقص لوغاريتم واي تربيع زائد لوغاريتم، او خليني اسمي لك يا خلص زد قوة 4، بعدين تفرطها واخر اشي توزع النص بصير عادي. او اعملها زي هيك، قوة مرفوعة لقوة بتضرب، فبتصير لوغاريتم القسمة هي صح؟ لوغاريتم ناقص لوغاريتم، اللي فوق بكتبه واللي تحت بكتبه. طيب السالب هذا لمين؟ لكل اللي وراء، السالب لكل اللي وراء. درجع الستة، هاي ستة لوغاريتم 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 سميها اللي بدك اياها، الناقص لكل وراء ناقص بفتح قوس عشان بين الواي والزد ضرب لوغاريتم زائد لوغاريتم. يا رب انك تكون فاهم. والتربيع ما بدي احط تربيع، خلص درجعه هون على السريع. يعني مش هي زد قوه 2 لازم احط 2، رجعتها عادي صار مش صعبه. 6 لوغاريتم الناقص لكل الوراء ناقص لوغاريتم الواي، بتصير كانت موجب لوغاريتم الواي صارت ناقص لوغاريتم الواي، كانت موجب 2 صارت سالب 2. طب من وين اجت ال 2 يا استاذ؟ ما هي كانت زد تربيع، هي هيك بالاصل ها زد قوه 2، امسك ال 2 رجعها بس انتهى السؤال خلص. يلا اخر سؤال. هذا السؤال حلو لطيف، سؤال بجنن كثير حلو وجوابه احلى. يعني
لوغاريتم، السؤال بيحكي لك لوغاريتم جذر، هون 5، هون 32، وهون اكس قوة 5. سؤال يعني يعتبر بسموه سؤال حقير. كنت احكي سهل ممتنع، بس لا هو مش سهل ممتنع، هو لطيف السؤال يعني حله سهل، بس مين الزلمة اللي طلع حله؟ طلع. لو احكي لك انه الجواب يا سيدي العزيز، جواب السؤال هذا لوغاريتم، الجواب النهائي، صدقني بتصدقني انه هذا الجواب النهائي؟ لوغاريتم الاثنين زائد لوغاريتم الاكس، تصدقني ولا لا؟ احكي لي انا مصدقك، بس يعني كيف شلون احكي لك؟ تعال شو انت اشي لافت انتباهك، الجذر صح، الداخل على الخارج، الداخل مش 5، كل هدول انا بدي اياهم، كل هدول ال 32 والاكس كلياتهم، كلياتهم قوه قديش؟ هدول كلياتهم قوه 1، الاكس لحالها قوه 5، الجذر لل 32 والاكس، تفاهم علي؟ الجذر لل 32، هي الجذر لل 32 للاكس، فالداخل مش 5، الداخل كل هالاكس قوه 5 بس كلياتهم قوه 1، فهي 1 على 5 صح؟ هاي 32 وهي اكس قوة 5، وهنا 1 على 5. هذا في تويست في الموضوع، هون في تويست، اللي مش عارف شو يعني تويست، يعني مش عارف شو يعني بالعربي تويست، يعني حبكة لفة، يعني في فكرة، في فكرة، في شغلة حلوة. حكيت لك إذا كان قوة مرفوعة على قوة بقدر أضربهم، يعني بقدر أضرب الخمس الواحد على 5 بالخمسة، بقدر اضرب الواحد على 5 بالقوة تاعت ال 32، شو القوة تاعت ال 32؟ 1، فهي 32 قوة 1 على 5، ضربت ال 1 على 5 بالخمسة وفي القوة تاعت ال 32، قوة تاعت ال 32 1، 1 ضرب 1 على 5 1 على 5، 1 على 5 ضرب 5 1، 1 على 5 ضرب 5 اضربها على الحاسب، حط 1 تقسيم 5 ضرب 5 بعطيك 1. هسا اللي انت ما بتعرفه، اللي انت ما بتعرفه انه 32 قوة 1 على 5 هي 2، تحكي لي انا هذا ما بعرف صراحة، يعني بحكي لك افهمك اياها. هسا ال 32، ال 32 هي 2 قوة 5، ال 2 انت فاهم صح؟ مركز معي، انت مركز، ممكن مش فاهم بس انت مركز صح؟ تحكي لي صح، هذا انت فاهمني. بحكي لك تعال ارجع، ارجع للسؤال من البداية، كان السؤال زي هيك، حولت الداخل على الخارج، هاي انت فاهمها، تحكي لي ماشي، وزعت الخمس على كل الحدود، وزعت الواحد على 5 للاكس قوة 5 وللواحد، انت عارف انه الاثنين وثلاثين ما الها قوة بتكون 1، وزعت لهاي ولهاي، خمس الخمسة يعني 1 على 5 ضرب 5، 1 على 5 ضرب 5 بعطيني 1، 1 على 5 ضرب 1 بعطيني 1 على 5، تحكي لغاية اللحظة هاي انا فاهم. هاي كيف بدي احسبها؟ يا بتحط على الآلة الحاسبة هذا الرقم نفسه بدون لوغاريتم طبعا، هذا بتحطه على الحاسبه، او انا بدي اشرح لك اياها يدوي. ال 32 انا ما بدي اغير هذا مكيجها، ال 32 هي 2 قوه 5، ال 32 هي 2 قوه 5، فطلع يا سيدي العزيز، قوه مرفوعه على قوه تضرب، 1 على 5 ضرب 5 بعطيني 1، فصار السؤال بالنهايه لوغاريتم ال 2 اكس، وبين الاثنين والاكس ضرب، فصارت لوغاريتم الاثنين زائد لوغاريتم الاكس للاساس، للاساس وبس. ايه هي فنغة شوي صح؟ بس يعني ممتع، اذا فهمتها ممتع كده، لا مش ممتع زنغة، بحكي لك لما تفهمها بتصير حلوة. يلا ماشي فهمتها وبس، هاي هي كانت التمارين، بدكم تكتبوها، خلينا بعد وقف الشاشة يكتب، وهاي هي يا سيدي العزيز، صفى عنا هذا الواجب الثاني، خلاص هذا الحصة الثانية، يعني الحصة الجاي بخلص لك اياه كامل مع قدرات العليا، وانتهى السؤال، هذا أجب الامتحان، هذا أجب الامتحان. أجي دائرة، دائرة، أجي دائرة حقيرة، حقرة والله حقرة، يعني سؤال حقيقي قذر.
يجي دائرة، ضايل علينا هاي وهاي بنختم الدرس خلص. هذا تافه، أتفه من التفاهة حتى، مش تافه. فخلص الحصة جاي بختم لك الدرس، مش بالمود كثير، سامحوني، بعتذر، باي.